نجم ودوما تسلينا طوبيك اثبت وابوه والكل يرافقنا. تعالوا هلموا إلينا ضموا عمو يزيد الغدور والشاطر يعطينا الحل حكاية فيها عبرة حكمة مثل معلومة وبها يا نور العفو عمو يزيد. تعالوا هلموا إلينا ضموا عمو يزيد. مساء الخير يا أطفال. أراكم هايلين اليوم. مرحبا بكم في حصتكم الجميلة والمفضلة مع عمو يزيد. يا أطفال اليوم لاحظتوا باللي كاين أصدقاء راهم معنا وزملاء راهم بزي معين. وش هو هذا الزي هذا؟ كيفاش نسموه؟ زي؟ واسمك بنتي؟ إيناس. وش هذا الزي اللي ملبسينه زملائنا؟ وش هو؟ تعرفيه؟ واسمه؟ انت تعرفيه؟ شو اللي يعرف؟ قول لنا. ها؟ فوالا سنيت شوف روح عند الشطرة هذي. واش هو الزي اللي ملبسينه زملائنا هذو بنتي؟ الحماية المدنية. الحماية المدنية، برافو يا أطفال. على بالكم علاش تحبون العصافير؟ هايلين هايلين عصافير عمو يزيد. ها نحطو في مكانه باش نقدر نتكلم معاكم. هلا هلا نحطو في مكانه. يلا يا اطفال على بالكم علاش جبنا زملائنا هادو؟ لماذا؟ شكون يقدر يقول لي؟ راح نطرحوا لهم السؤال هما علاش راهم معنا اليوم هنا باي مناسبه. واسمك؟ جواد. جواد، واش هي المناسبة اللي راكم عليها اليوم هنا؟ اليوم العالمي للحماية المدنية. اليوم العالمي للحماية المدنية، أعطينا نبدأ عليه جواد، واش هو اليوم العالمي للحماية المدنية؟ اليوم العالمي للحماية المدنية هو المنظومة العالمية للحماية المدنية قامت بقوانين ومواد لكي يحتفل بهذا العيد يوم 1 مارس. ومنذ العام 2000 أصبح الاحتفال بهذا العيد رسمياً في الجزائر. شكراً جواد، شكراً. إذن منذ عام 2000، منذ أول مارس عام 2000 أصبح الاحتفال رسمي في الجزائر. يا أطفال على بالكم رجال الحماية المدنية يديروا، على بالكم العمل تاعهم وش هو؟ العمل تاعهم يعملوا، قل لي. الإسعافات الأولية. بالضبط. والإطفاء. بالضبط. إذا الإسعافات الأولية، الإنقاذ والإطفاء يا أطفال شيء مهم. إذا رجل الإطفاء عنده أهمية كبيرة في المجتمع تاعنا. واليوم عمو يزيد دالكم مفاجأة في هذا الباب هذا، ولكن قبل ما نروحوا ماذا بيا نطلبوا من طفل يدير لنا بعض الحركات راح نشوفوهم مع بعض. يلا معي. استعد استريح استعد. يمين طول يسار طول مكانك تروح. وقوف قيف سريعا كما كنت. سريعا مكانك تروح. وقوف قيف تحيا خذ كما كنت. تفيق حق عليه أطفال. شكرا شكرا شكرا. تفضل مكانك. شكرا 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 شكرا. شفتوا يا أطفال أشبال الحماية المدنية جميلة؟ بالضبط كما شفنا المرة اللي فاتت أشبال الكشافة. وشفنا احنا ماذا بينا في كل مرة نشوفوا أطفالنا. برافو برافو. نشوفوا أطفالنا واش يقدروا يمدوا. واش رأيكم قبل ما نروحوا المفاجأة؟ دائما كاين لغز، وهذا اللغز هذا حتى أصدقائنا اللي لم يشاهدوا فينا يقدروا يشاركوا معنا بهذه الطريقة. إذا حبيت تجاوب على اللغز ما عليك إلا تروح الانترنت تكتب عمو يزيد.com تضغط على زرار جاوب على اللغز تملأ الاستمارة. ما تنساش رقمك الهاتفي بريدك الإلكتروني والجواب على اللغز. حد سعيد. إذن يا أطفال لغز اليوم يقول، راكم تسنوا كاع في اللغز تحبوه. لغز اليوم يقول تظهر في الليل بدون أن تطلب وتختفي في النهار بدون أن تسرق، ما هي؟
اصبروا على بالي قاع شاطرين. نعود اللغز. تظهر في الليل بدون أن تطلب وتختفي في النهار بدون أن تسرق. معليش يا أطفالتما قاع شاطرين، ولكن صبروا إلى غاية نهاية الحصة. يا أخي أنا بهذه المناسبة هذه تاع اليوم العالمي لرجل الإطفاء درت لكم أغنية. الأغنية هي رجل الإطفاء، ما أروع رجل الإطفاء ينطلق فور الإنذار. يلا نغنوا كامل مع بعض. ما أروع رجل الإطفاء ينطلق فور الإنذار، ينطلق فور الإنذار كفيلا من دون استغناء على استعداد الليل نهار، على استعداد الليل نهار. ما أروع رجل الإطفاء ينطلق فور الإنذار، ينطلق فور الإنذار كفيلا من دون استغناء على استعداد الليل نهار، على استعداد الليل نهار. معناه النجدة والنخوة إنقاذ البلدة والإخوة، معناه النجدة والنخوة إنقاذ البلدة والإخوة. شجاع باسل شهم بطل أنت يا رجل الإطفاء. يقتحم ألسنة النار في يده خرطوم الماء، في يده خرطوم الماء. يا له من بطل مغوار ينقذ أطفالا ونساء، ينقذ أطفالا ونساء. يقتحم ألسنة النار في يده خرطوم الماء، في يده خرطوم الماء. يا له من بطل مغوار ينقذ أطفالا ونساء، ينقذ أطفالا ونساء. معناه النجدة والنخوة إنقاذ البلدة والإخوة، معناه النجدة والنخوة إنقاذ البلدة والإخوة. شجاع باسل شهم بطل أنت يا رجل الإطفاء. يقوم بمجهود جبار عمل شاق فيه عناء، عمل شاق فيه عناء. ويجازف رغم الأخطار وهب لنا النفس فداء، وهب لنا النفس فداء. يقوم بمجهود جبار عمل شاق فيه عناء، عمل شاق فيه عناء. ويجازف رغم الأخطار وهب لنا النفس فداء، وهب لنا. معناه النجدة والنخوة إنقاذ البلدة والإخوة، معناه النجدة والنخوة إنقاذ البلدة والإخوة. شجاع باسل شهم بطل أنت يا رجل الإطفاء. تحملت شتى الأعباء لخدمة ومنع الأضرار، لخدمة ومنع الأضرار. فأنت مثل العظماء ورمز من ذوي الأخيار، ورمز من ذوي الأخيار. تحملت شتى الأعباء لخدمة ومنع الأضرار، لخدمة ومنع الأضرار. فأنت مثل العظماء ورمز من ذوي الأخيار، ورمز. معناه النجدة والنخوة إنقاذ البلدة والإخوة، معناه النجدة والنخوة إنقاذ البلدة والإخوة. جاع باسل شهم بطل أنت يا رجل الإطفاء. برافو برافو، ارجعوا لأماكنكم. شكرا 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 شكرا. برافو 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 برافو. عجبتكم الأغنية يا أطفال؟
إذن هذه تحية منا لكل رجال الحماية المدنية اللي سهروا على راحتنا في الإنقاذ والإطفاء والإسعافات الأولية. حفظ عمو يزيد الدرس. شكرا على هذه المعلومات القيمة اللي عطيتوها لنا. إذن واش رأيكم اليوم كلفنا الباحثة تاعنا باش تقومنا ببحث اليوم، راح نتعرفوا عن شخصية مهمة جدا في الكفاح المسلح الجزائري، راح نتعرفوا على مريم بوعتورة. يلا مساء الخير يا أطفال، اليوم جيت نحكيكم على الشهيدة مريم بوعتورة. الشهيدة مريم بوعتورة، مريم بوعتورة ثائرة وشهيدة من شهداء ثورة التحرير الجزائرية، ولدت في 17 يناير 1938 في مدينة نقاوس ولاية باتنا شرق الجزائر. اشتغلت كممرضة في أحد مستشفيات سطيف قبل أن تنضم إلى الثوار كمسعفة وممرضة، عرفت بطيبتها ووطنيتها. التحقت بالثورة على مستوى الولاية الثانية سنة 1956، ساهمت في عدة عمليات فدائية وقد أثبتت من خلالها شجاعة نادرة، وكانت آخر هذه العمليات الفدائية تلك التي نفذتها إلى جانب زميلها الشهيد الحملاوي، وكانت هذه العمليات ضد المؤسسات والمنشآت العسكرية ومراكز الشرطة، وقتل الخونة والحركة، وبعد الوشاية بهما تم اكتشافها. لذا لجأ الاثنين إلى أحد المنازل التي تم محاصرته من طرف الجيش الفرنسي الذي قام بنسفه بالديناميت، إلى أن استشهدت في ميدان الشرف في 8 جوان 1960 في قسنطينة. شكرا شكرا ياسمين، شكرا 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 على هذا البحث القيم هذا لهذه الشخصية هذه البارزة والمهمة في الكفاح المسلح الجزائري اللي هي مريم بوعتورة. واش رايكم يا أطفال؟ تحبوا ألعاب الخفة؟ تحبوا؟ إذن يلا نعيطوا كامل لعمو يوز اللي جانا من مدينة بجاية. تفضل عمو يوز. يا أطفال تحبوا حكاية عمو يزيد؟ إيه. إذن اليوم عمو يزيد راح يحكي لكم حكاية حمار عمي مرزوق. يلا معي. يا أطفال كما وعدتكم راح نحكي لكم اليوم حكاية حمار عمي مرزوق. كان في واحد الوقت عمي مرزوق هذا عنده 3 الحمير يعمل بهم في المزرعة نتاعو. هذيك المزرعة كبيرة كبرت، إذن كان لازم له حمار رابع، حمار رابع. ولكن في هذوك الحمير الثلاثة اللي عنده هذوك كان عنده واحد نشيط يحب العمل له كامل، وكان عنده واحد يحب غير يأكل، يأكل ويرقد برك. والحمار الثالث كان قوي، كان قوي يرفض يرفض الأثقال وكامل. راح للسوق مع أولاده، راح للسوق باش يشتروا حمار رابع للمزرعة نتاعهم اللي باش يعمل معهم. لحقوا عند هذاك اللي يبيع الحمير، بقوا يتكلموا معاه، قال لهم يا هل ترى هذا الحمير هذا، هل الحمار هذا قوي؟ يا هل ترى هل هو يرفع الأثقال؟ هل هو نشيط؟ هل هو؟ قالوا ما على باليش. عمي مرزوق قال له شوف، قال له أنا نقترح عليك شيء، قال له تعطيني الحمار هذا اليوم واحد فقط
ناخذوا للمزرعة عندي. إذا كان لاق بيا غدوة من ذاك نجي نخلصك ندفع لك المقابل تاعو، وإذا كان ما لاقش بيا نرجعه لك. قال له كيفاش أنت في يوم واحد رايح تعرف هذا الحمار هذا إذا كان نشيط ولا كسلان ولا في الأثقال؟ قال له إيه كيما كان الحال. قالوا يلا يعرفوا عمي مرزوق عندهم الثقة فيه. قال له خذوا. خداه عمي مرزوق راح مع أولاده ورجعوا للبيت المزرعة. راح اداه للإستابل حطوا في الإستابل. قال لأولاده غدوة الصباح دوك تشوفوا. حطوا في الإستابل وراحوا ناموا. غدوة من ذاك عمو مرزوق قال لأولاده قال لهم روحوا تشوفوا. قال لهم درك راح تعرفوا هذا الحمار كيفاش داير، لأنه راح نسبوه مجاور الحمار اللي كما هو، يعني عندهم نفس الصفات. كي جا عمي مرزوق صباح معاه من صابوا صابوا معاه هذاك الحمار اللي يحب غير ياكل، حب غير ياكل وكسلان. راح رفدوا رجعوا لمولاه قالوا هذا. قالوا كيفاش عرفتي عمي مرزوق؟ قالوا حطيته مباشرة راح اختار صديقه واختار واحد كسلان. عمو يزيد تسمى الحكمة اللي نحكم اللي ناخذوها من هذه الحكاية، تقول قل لي من تصاحب أقول لك من تكون. فوالا هايلة 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 الحكمة اللي شبه نبو باليوم هايلة. قل لي من تصاحب أقول لك من تكون. إذن يا أصدقاء النصيحة اللي يعطيها لكم عمو يزيد هي أنكم لازم تختاروا أصدقائكم. ما لازمش صديقك يكون كسول، ما لازمش صديقك ما يكونش يدرس مليح، ما لازمش صديقك ما يكونش متخلق. لازم نختاروا أصدقائنا من خيرة الأصدقاء. ياك يا أطفال برافو 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 الحقنا برافو 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 يا أطفال الحقنا للركن اللي راكم تسنوا فيه كامل. تعالي 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 أروحي بنتي. عجبتك النبولة؟ النبولة عجبتك؟ واش من لون هذا كي رفدته؟ أصفر. مشي أخضر؟ إيه أصفر ولا أخضر؟ أصفر. هيا أصفر يلا يا أطفال لحقنا الجواب على اللغز. على بالي توما قاع شاطرين لكم تسنوا في الجواب. إذن تظهر في الليل بدون أن تطلب وتختفي في النهار بدون أن تسرق. أسنوا دقيقة أسنوا دقيقة شوفوا العروسة هذه. واسمك بنتي؟ مروة. مروة من جيتي مروة؟ من الجزائر. من العاصمة. وش هو الجواب؟ النجوم. النجوم. شكون عنده جواب آخر؟ واسمك بنتي؟ ريم. من جيتي ريم؟ بوسعادة. من بوسعادة. جيتوا اليوم من بوسعادة؟ جيتوا تشوفوا عمو يزيد؟ الله يبارك الله يبارك. شحال في عمرك؟ تسعة. تسعة برافو برافو تسعة سنين. وش هو الجواب؟ النجوم. النجوم. شو اللي عنده جواب؟ واسمك انت يا العروسة؟ ابتهال. ابتهال. وين تسكني ابتهال؟ تعرفي؟ العاصمة. في العاصمة الله يبارك. وش هو الجواب؟ نجوم. نجوم. شو اللي عنده جواب تاني؟ واسمك؟ هلال. شحال في عمرك هلال؟ ستة. ستة. ستة ست سنين. وين تسكن؟ في رغاية. في رغاية. وش هو الجواب؟ النجوم. نجوم. 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 واسمك انت يا؟ لا. وين تسكني؟ في وهران. في وهران. جيتوا من وهران اليوم باش تشوفوا عمو يزيد. كي تروحي تسلمي لي عليهم كامل ناس وهران يا اخي. برافو بنتي برافو. واش هو الجواب؟ بولام. بولام. شحال في عمرك بولام؟ 8 سنين. 8 سنين. الله يبارك. وين تسكن؟ زيرالدا. في زيرالدا. ماكش بعيد. قل لي وش هو الجواب؟ قمر. القمر. لا تظهروا مش هي يظهروا تظهروا يا أخي. ماكش بعيد على الجواب. هي ها ها الشمس. الشمس تظهر في الليل. لا لا. ها نجوم. أوكي. سماء الصافية. سماء الصافية في الليل تظهر في الليل. قولي لي بنتي واسمك؟ فاطمة الزهراء. من جيتي؟ جيت من بويرة. بويرة. خيار الناس. سلمي عليهم كامل. لا نعم. وش هو الجواب؟ نجوم. نجوم. واسمك انت؟ محمد. محمد. من جيت محمد؟ مشلف. مشلف. خيار الناس. وش هو الجواب؟ الهلال. الهلال. لا تظهروا الهلال كون قلنا يظهروا يا اخي. تفضل. البومه.
لا لا تفكير سليم تفكير سليم. شكون تعرفي انت يا تاني؟ هيا بنتي واسمك؟ آية. آية من جيتي آية؟ من العاصمة. من العاصمة، وش هو الجواب؟ نجوم. اوكي إذا يا أطفال الجواب كان النجوم. شكون الأولى اللي قالت لي النجوم تجي؟ تعالي 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 أروحي بنتي. شكرا برافو 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 برافو. ذكريهم باسمك. مروه. مروه من جيتي مروه؟ من الجزائر. من العاصمه. اذا مروه احنا اللي جاوب على اللغز، اذا الاجابه صحيحه كانت النجوم. انتم ثاني يا اطفال اللي اجبتوا عليها برافو برافو. اذا رايح نعطوا هديه لمروه. شكرا شكرا. هذه الهديه هديه مروه تتمثل في قرص سيدي مدرستي تاع عمو يزيد لاغاني الاطفال، فوالا ان شاء الله يفيدك. وعندك قبعه، قبعه مع عمو يزيد حصريا تحميك من اشعه الشمس الضاره بنتي، فوالا تفضلي بنتي. برافو 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 برافو. اذا واش رايكم يا اطفال درك راح نروح نقعد وتجوا تحكوا لي النكت تاعكم يا اخي؟ يلا شكون اللي عنده نكته جميله يا أطفال؟ شكون اللي عنده نكتة جميلة؟ شكون؟ أروح أنت وليدي، تعال تعال. أروح منا، أروح منا. فوالا، واسمك؟ عبد محمد أمين. محمد أمين، من جيت محمد أمين؟ بجاية. من بجاية؟ جيت خصيصا للحصة تاع مو يزيد. شكرا، مرحبا بك، مرحبا بك. احكي لنا النكتة تاعك. دراستي الحبيبة من أغنية هذه، حبيت تغني؟ أيا تفضل غني غني. مدرستي الحبيبة من منزل قريبة، أبوابها مرتفعة، سموها ممتازة، حببتها من قلبي لأنها يا صاحبي أغدو بها طبيبة أو كاتبة أديبة. برافو 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 برافو. تفضل تفضل تفضل. أروحي بنتي تعالي. تعالي. واسمك بنتي؟ عودي. مريم. من جيتي مريم؟ من مجد. اوكي احكي لنا. مدرستي الحبيبة من منزلي قريبة، أبوابها مرتفع، أقلامها مرتفع، أحببتها من قلبي لأن فيها صحب، أغدو بها طبيب أو كاتبا أديب. شكرا شكرا بنتي تفضلي. شكرا شكرا. واسمك انت يا أروحي؟ أروحي. واسمك؟ وسام. وسام، وين تسكني وسام؟ نسيتي؟ في الجزائر. في الجزائر، شحال في عمرك؟ 3 سنين. ثلاث سنين وشاطرة هكذا. واش كنتي ديري في هذيك الدار؟ كنتي طيبي؟ طيبتي شوية، واش طيبتي لنا؟ طيبت لكم، أيا طيبت لكم. طيبنا لكم عشان بنين. برافو برافو برافو. شكرا شكرا شكرا. اروحي بنتي. يلا بنتي زيدي كملي التيابل هيك. يلا فوالا تفضلي. شكرا. اذكرهم باسمك؟ فاطمة الزهراء هروس. وين تسكني؟ نسكن في بويرة. في بويرة. يلا احكي لنا، احكي لنا النكتة تاعك. من جبال، من جبالنا تغني. من جبالنا طنا صوت الأحد ينادينا للاستقلال، ينادينا للاستقلال، استقلال وطننا، تضحيتنا للوطن خير من الحياة، أضحي بحياتي ودي من عليكم. برافو 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 بنتي. شكون اللي عنده نكته؟ شكون اللي عنده نكته؟ تعال تعال تعال. اروح. وين حبيت تقعد؟ وين حبيت تقعد؟ وين حبيت تقعد ليك؟ اسناد تقعد. حبيت تقعد ليك؟ روح تقعد ليك في هذيك البلاصه ليك. اي الماكله هذه؟ ايه. واش طيبتي؟ طيبت لكم قطو. يا بيا روحي زيدي. شكرا شكرا بنتي. واسمك وليدي؟ اكرم. اكرم. شحال في عمرك؟ 7. 7. الله يبارك. احكي لنا النكته تاعك. واحد الراجل شرا كبش. ايه. بدل لقاه ملاح، وكي جاك حيدبحو لقاه معمر شحم.
شكرا شكرا. شو اللي عنده نكته؟ اروحي بنتي انت، يا اروحي، تعالي تعالي تعالي. وش هو هذا؟ تمر. تمر. اقعدي اقعدي اقعدي. اباك عمو يزيد يحب التمر بزاف. وين تسكني بنتي؟ واتسوف. في واتسوف. وهذا التمر تاع واتسوف هذا؟ تمر جزائري. الله يبارك. شكرا. اباك عمو يزيد يحب بزاف التمر. واسمك؟ ريم. ريم؟ شحال في عمرك ريم؟ 10 سنوات. 10 سنوات. جيتي من واتسوف. خيار الناس. تحكي لنا نكتة. يلا احكي لنا. ألماني ومصري كانوا قاعدين مع بعضهم. الألماني قال كان احنا في الألمان عندنا وحدة تواليت ما تفتح لك غير بالليزر، لازم تنظف التواليت ومن بعدها تخرج. ما قالوا المصري احنا يا نص الشعب، لو كان عندنا تواليت كما قال نص الشعب كله محبوس تما. شكون اللي عنده نكتة يا أطفال؟ شكون اللي عنده نكتة؟ تعالي بنتي تعالي تعالي. لا لا الأخرى. تعالي تعالي هي ومن بعد انتي. تعالي بنتي تعالي تعالي بنتي. تفضلي تفضلي تفضلي. واسمك؟ ريم. ريم. جيتي بوسعادة ريم؟ خيار الناس. واش راكي رافدة في يدك ريم؟ حكاية. حكاية. حبيتي تحكي حكاية؟ يلا يلا احكي لنا هذه الحكاية. يلا نسمعوا ريم احكي لنا الحكاية. الحصان الذكي. أفنى حصان عمره في خدمة صاحبه، وعندما هرم رأى أن يدفنه في بئر جافة، كان يريد ردمها، وحين رمى به داخل هذه البئر وبدأ في رمي الأتربة عليه، بدأ الحصان بدوره في هز ظهره لكي تقع الأتربة بجانبه، ثم يهز خطوة وخطوتين لأعلى، وهكذا استمر الحال حتى وصل الحصان إلى أعلى البئر في قفزة واحدة، وأصبح بجانب صاحبه خارج البئر. فاندهش صاحبه لشدة ذكائه وخبرته وحنكته. لذلك نستخلص من هذه القصة احترام وتوقير كبيرنا والاستفادة من خبرته. برافو 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 بنتي. برافو 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 بنتي. تعالي بنتي تعالي تعالي تعالي. واسمك بنتي؟ ابتهال. ابتهال. شحال في عمرك ابتهال؟ خمسة. خمسة. وين تسكني؟ في العاصمة. في العاصمة. عندك نكتة؟ احكي لنا النكتة تاعك. كانت واحد المرأة قالت لوليدها اشري لي بط شاشي تاع خبز. هو كان شرا قبلها شيكولا كان يلحش فيها، بذاك كل حشا طاحت له نشا. قال نشري خبز حامي خبز حامي. بذاك كي وصل قال الخباش اعطيني دبجه حاميه. ايه. بذاك رجع لماما تو قالت له اعطاني الطباخ دبجه حاميه. هو كان حب الخبز حامي. برافو 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 برافو. يا أطفال اليوم ككل مرة نحتفلوا بعيد ميلاد طفل. اليوم عندنا عيد ميلاد محمد. تعال محمد 9 سنوات. تفضل محمد تعال. أصدقائنا راح يروحوا يجيبوا له الكاتو نتاعو، وإحنا راح نغنوا له كامل عيد ميلادك أحلى عيد. يلا عيد ميلادك أحلى عيد، ربي اكتب لك عمر جديد، الله يبارك فيك ويزيد ونقول لك عيد ميلاد سعيد، الله يبارك فيك ويزيد ونقول لك عيد ميلاد سعيد. سعادة وهنا شما هي ربي لمية سنة وتعيش أيامها أفراح، شما هي ربي لمية سنة وتعيش أيامها أفراح.
أحلى الأوقات نسهل نمرح غني نفرح ونعيش أحلى الأوقات. هذه الحلوى لك جبناها وشموعك فيها زرعناها باسمك انت زيناها ليلة حلوة يا محلاها باسمك انت زيناها ليلة حلوة يا محلاها. وجمل هدايا يهدولو هيا نصفق ونغنيلو وجمل هدايا يهدولو هيا نصفق ونغنيلو. سنة حلوة يا جميل سنة حلوة يا جميل سنة حلوة سنة حلوة سنة حلوة. برافو 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 برافو. إذن 9 8 7 6 5 4 3 2 1 يلا برافو 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 محمد. إذن يا أطفال إحنا في كل مرة يا أطفال إحنا في كل مرة كامل كما راكم عندكم هدية من عند عمو يزيد اللي هي شهادة مشاركة هكذا بالاسم نتاعكم شهادة مشاركة في إنجاح تصوير الحصة كامل راح تاخذوا شهادة هكذا وأنا نعطيها لمحمد لأنه عيد ميلاده اليوم. هاولي كنتم في نهاية الحصة كامل راح تكون عندكم شهادة شهادة باش تعلقوها في الدار يا أخي يا أطفال. أوكي إذا دركا رايحين تقطعوا لنا الكاتو محمد تفضل قطعنا الكاتو اخترنا جيعانين وأنا ما بقى لي إلا نقولكم انتظرونا في الأسبوع المقبل في نفس التوقيت. باي باي قوة على خير يا لا تحزنوا حن الوداع يا أصدقاء كل الأيادي في ارتفاع إلى اللقاء لا ننساكم لا تنسونا أحببناكم أحببتونا سنعود فانتظرونا في موعد جديد مع عمو يزيد. لا ننساكم لا تنسونا أحببناكم أحببتونا سنعود فانتظرونا في موعد جديد.